الكهرباء؟ ايوه على مدات الكهرباء. كام؟ زي ما بيطلبوا بياخدوها. ايوه ماما بقى طبعا بقى. فواتير الكهرباء كويسه ولا غاليه؟ الكهرباء ساعات بتاخد ساعات غاليه وغاليه. كام يا حاج؟ كنت بندفع 30 دلوقتي بندفع 50 و60 و100 و100 جنيه و120 و120. ايه السبب؟ ده على شهر واحد؟ على شهر واحد. والميه بقى فواتيرها اخبارها ايه؟ الميه ماشيه كويس بس بتيجي ساعات غامقه. والميه غاليه. كلها كام يا حاج؟ الميه غاليه. الغاز مالها بقى يا حاج؟ طب دلوقتي هم جم قالوا ان الغاز جاي وحطوا التيكت على البيبان على الشقق ومحدش جه. وقالوا ده ايه الغاز هيجيكم في خلال شهر. تمام. بندوخ عقبال ما بنجيب الانبوبه. ونروح نجيب الانبوبه بندوخ. ما كنتيش تطلعي الفجر تودي الانبوبه الفاضيه والساعة 10 ولا الساعة 12 تقول ما تجيك الانبوبه المليانه. كده. وساعات تدوري عليها ما تلاقيهاش. الانبوبه بكام؟ لا الانبوبه ب 11 جنيه. بتقضيك قد ايه؟ الانبوبه ما بتكملش حاجه. بالنسبه لانا ست كبيره ما بستحملش قوي. بتقعد 15 يوم عندي. ما بقاش 15. طبعا الطوابير موت. عايزه تشوفي بتوع الانابيب تعالي الساعه 7 الصبح تتفرجي عليهم. بالضرب والخناق. اما موضوع الزباله بقى الزباله دي بقى ما بنلاقيش حد ياخدها. ما كناش نرميها على السكه الحديد ولو حد شافنا يبهدلنا. تمام. ما فيش صندوق زباله ولا في حد يجي ينظف يقولوا مثلا ننظف وياخدوا الزباله. ولو جبنا واحد ياخد الزباله كده يقول الشقه ب 15 جنيه واخده بالك وكمان يجي يومين ياخد الفلوس ويجي يومين ما يجيش. وموضوع الكهرباء غاليه جدا والميه غاليه جدا. يعني احنا زمان كنا بندفع ايوه احنا كنا بندفع اول عن اخر زمان. ما زمان استنى يا حاج زمان كان كبير قوي كنا بندفع الشهرين بتوع الميه كده 3 جنيه و4 جنيه. ده زمان قوي. ده زمان. اصبح قلنا ايه بقى 20 25 لكن قولي 100 وحاجه دي. طب جاينا فاتوره من تحت الميه ب 800 جنيه. طب 800 جنيه عملنا بيها ايه؟ كبير. يعني المعاش نفسه قليل وبناكل. يعني انا بجيب علاج ب 800 جنيه. ماليش تامين. انا ماليش تامين ورجلي قاعده زي ما انت شايفه كده كل حاجه لما كنت بمشي بيها ها ما اعرفش امشي. بجيب علاج ب 800 جنيه من قلب المعاش. مفيش تامين. يقول لك لو هي موظفه يبقى لها تامين. طالما مش موظفه مالهاش تامين. لا هنا مشاكلنا هنا اللي هي الكهرباء بتتعب. مالها بقى؟ بتتعب كتير. بتتعب كتير باستمرار. الكهرباء فواتيرها عاليه ولا كويسه؟ اقول لها فواتيرها عاليه جدا. اوكي. يعني هنا اهوت الفواتير مثلا تجي لك 140 جنيه 170 جنيه الفاتوره. وانا مش وانا مش شغال تكييفات ولا اي حاجه خالص. يعني هو التلفزيون و الغاز دخلكم ولا لسه؟ لا الغاز دخل في مناطق ومناطق. دخلكم هنا؟ ايه تاني غير الغاز والميه الصرف كويس؟ الصرف كويس. ما لونها غامق ولا كويس؟ لا هي ملوثه مش يعني بس كويسه نقولها يعني ايه كويسه مش تشربوها؟ بلا غاز بعدين نعمل ايه؟ بتشتروا ميه؟ بنشتري ميه. عندكم هنا مشاكل ايه في الاستهلاك؟ المشاكل عندنا احنا هنا بالنسبه للشارع اللي احنا فيه والاماكن اللي احنا فيها في اماكن نار ثانيه ورا دخل فيها غاز واماكن ثانيه دخل فيها غاز. والشارع ده اللي احنا فيه ده بيقول لك الشارع ده تبع مين؟ تبع الجبل حي الجبل. ورحنا الخنكه ده تبع برضك ايه المجلس تبع اللي هو لما لقينا دوت وده بيرمينا على ده يعني الحي هنا بتاع المجلس بتاع الجبل بيوديه لنا تبع الخنكه بتاع الخنكه. قال لكم ان انت هيدخلكم الغاز وما دخلش؟ ده دخلوا حوالي بتاع 7 شهور ولا دخل سنه خمس سنه دخلوا كل حاجه دخلوا كل حاجه بالنسبه للشارع اللي ورا ده فيه في غاز والشارع اللي ورا ده برضه فيه غاز. تمام. الشارع ده الوحيد اللي هو ما فيش غاز. الدنيا متوفره خدمات. الشارع هنا ما فيش فيه اي حاجه ده. انما المشكله ان هنا مش عارفين حتى احنا لما بنيجي ندفع كهرباء بندفع تبع الخنكه. تبع الخنكه. تمام. وتبع الجبل. وتبع ندفع تبع الخنكه الميه والكهرباء. المفروض بقى ان هم يجوا يدخلوا لنا الغاز ما قلناش تبع انتوا تبع الجبل. انتوا كده تبع اليوب صح؟ دي عزبة الهادي تبع اليوب مركز الخنكة تبع مركز الألوبية. الألوبية الألوبية مش اليوب مركز الألوبية. بالنسبة للشوارع هنا الشوارع هنا لما المجاري بتطلع حلني لما حد يجي يبص على المجاري. تمام. وبالنسبة
الشوارع اللي هي الخانقة اللي في المدينة كلها مستفلتة وزي الفل. يعني عندك في شارع ورا اهو شفت شارع 10 ده جاي من السلام جاي من القاهرة. قدمت شكاوى لأسف حي؟ ناس كتير قدمت مفيش أي حاجة. ودلوقتي الشوارع ساكنينها بقالكم كام سنة؟ ساكنينها بقالي 20 سنة. هيجا طب قدمتوا بلاغات للأمن؟ كتير. الأمن خدها قبل كده جه أو في عمل أي حاجة هنا؟ كتير مفيش أي حاجة في انتفاق خلاص بيجوا بعد المشكلة ما تفض ياخدوا دولة